خرجت من الدار ومشات لعمارته. يلا دارت مع الشارع وهو يبان لها ياسين. وقفت مسكي مور الكفر ومربع يدي، طاح منها النص وتبدل لون في وجهها، ولكن تفكرات اللي وقع واللي عودت وهي تقلب وجهها للجن. وحنا راسها دارت راسها ما كتعرفوش ودازت من قدام، دازت حانية راسها وقلبها كيستحي. سمعت صوت وقال إهيبة، دارت راسها ما سمعتش، بحال واحد دق عليها وصافي. كملت الطريقة وهو يجرها من يديها، دارت عنده وقالت اسمح لي يا خويا مزوجة. حنا راسها بغات تمشي قبل ما تحرك، شد فيها وقال عارف جوج كلمات وسيري ديك الساعة. حنا راسها وقالت ما نقدرش خليني نمشي رحومتي هادي، بلا عريقة وجاوبها غير جوج كلمات ما غنعاودش نوقف ليك. بقات ساكته شحال وحركات راسها وقالت واخا غنتسناك حتى طوطال. رجع للطوموبيل بالزربه ركب والدار مشى. كملت طريقها وخرجت للطوطال من طريق اخرى. مشات حانيه راسها ركبات وما هزاتش في العين، حتى هو ما هضرش وما شافش فيها. وقف جهه الفيلات في شارع خاوي وتلفت عندها كيشوف وجهها. هزات راسها فيه وقالت بالادب شنو بغيتي؟ تصيروا عيني وهو كيشوف فيها، حط يدو على عنقها خلعها، ما عرفتوش اشنو بغى يدير، لكن جرها بشوية عنقها وبدا كيبكي ومزير عليها. صدمها خلى عينيها خارجين، اللي شافو هكاك وعاجب راسو يقول ما يقدرش يبكي، ما بيناش فيه كاع، حتى هي بقت يابسة، حسات بيه كامل كيترعد، عرق وكيبكي بصمت، ويديه كترجف. بكاها حتى هي وطلقات العنان دموعها، ومعها هي على سبا خاص غير اللي يدفع، بدات كطيحهم كالحجر. طاح على يدها كيبوسهم وكيبوس لها راسها وكيقول لها هي بسمحي لي اسمحي لي عافاك. قالت وهي كترعد انت اللي سمح لي. بس يديها ورمض عينيه وداغ الكلام كتير وسكت. حسن سكت في ديك الوضعية، مهبط راسو على يديها وهي كتشوف فيه وكتنخص. هز وجهه وعينيه حمر وفمه ناشف كيتلصق، ومشى ليها لعينيها وقال شش ما تبكيش غير ما تبكيش. حط راسو على الفولون وبقى هكاك. سكتات كتشوف قدامها وكتشوف فيه هو مغمض عينيه بحال الا ناعس. نص ساعه وهما ساكتين، هز راسو وتكا على الكوسان وشاف قدامه وبقى ساعي شحال. عاود نزل راسو للجنب وكيشوف فيها وقال كاين دابا هو في الدار. حركت راسها بالنفي وقالت لا يلا نرجعك للدار غدا غنرجع وفاش نعيط لك شوفيني. حركت راسها وقالت لي واخا. نهد ديمار الطوموبيل رجعها لبلاصتها وقال الا كانت شي حاجه عيطي ليا. غتجي عندك واحد المراه هاد العشيه كتخدم في الديور، خليها معك في الدار، والا سولك ويلي بغيتي اللي يعاونك، وهي ما كتطلبش شي حاجه كتير، بغات غير دار فين تسكن. انا ولافته ياسين بوحدي فهمتك شنو باغي دير، انا ما غنبقاش مرتاحه هيبه، خليها معاك باش انا نرتاح شويه. شكون هاد المراه؟ غنرجع لكازا ونصيفطها عليك. مراه مزيانه كتجي تجمع ليا الدار من شحال هادي، غنرجع دابا ونصيفطها لك قبل العشاء. حركت راسها بالايجاب وقالت لي واخا ما نعرف واش يبغي بعدها، المهم تبقى معاك، يبغي ما يبغيش سوقو هذاك، المهم تبقى معاك في الدار. الكذبه اللي سلكاتك تلقاها. حركت راسها وبغات تخرج من الطوموبيل، قبل ما تخرج وقفها وقال خاصك شي حاجه؟ لا ما خصني والو، جبت فلوس من جيبو بغا يعطيهم ليها، ما بغاتش تشدهم في الاول، عطاهم ليها بزز وقال ما تعاوديش تشدي من عنده شي ريال، فلوس الحرام خليهم عنده حتى نشوفو شنو غنديرو في هادشي. حركت راسها ونزلت بقى كيشوف فيها ويتحسر عليها ومتبع ليها العين حتى مشات حالها. خفت نقول شي حوايج وتقولوا هادي كتزيد فيه، هاد الشي ما كاينش، هيبة زبونة عندي لكن كنعرفها من شحال هادي، وانا وحدة من اللي قالوا ما تستاهلش تتزوج بواحد بحال هذاك، وكنت كنشوف شي حوايج في شي شكل، وكنقول كتخون راجلها مع واحد اخر اللي هو ياسين. حكمت باللي شافت عيني، لكن من اللي عرفت الحقيقة والتفاصيل تصدمت. طلعت للدار فرحانة من جديد، بالفرحة عيطات الأسياء عودت ليها،
وهي كتهضر مع آسيا حيط لها ياسين. قطعت على آسيا وجاوبات: ألو، طلعتي للدار؟ مشيتي في الطريق؟ ياك هانية ما كاين لفظة على والو. لا ما كاين والو، ما كيضربكش؟ مرة مرة. إلا عاود حط يدو عليك قولي هانية. واخا. ما رفعتيش عليه دعوة الطلاق؟ ما قدرتش، راه كيخلعني. وما خفتيش شي نهار يدخل سكران ويدوز عليك؟ كان سد عليا الباب بالساروت، حتى الباب بدلته كان واحد عادي ودرت واحد صحيح بحال بيبان الدار. وردي البال راسك عادي ولفت ولا ما تخاف، هو المهم ردي البال راسك. يلا بسلامة. قطع معاها ورجع كل 5 دقائق عيط يسول ويقطع. في العشية سمع الدقان في الباب، مشات حلات لقات العجوزة هازة ساكا وجاية. شافتها وهي تكحل بالعمى، استقبلتها بالزز: مرحبا بك خالتي دخلي. الله يا بنيتي عييت، ها الدروج كيسخفوا، علاش ما عيطيش ليا نعاود نتعرض لك على الطاكسيات؟ وصافي غاصك ما فيه والو غير الحوايج. جلست في الصالون. الله يا ربي، جيبي لي شي كاس ديال الما، راني شحفت. جواد ما كاينش؟ لا خارج. ما تلاقيتيش برا؟ لا ما بانش ليا. يكون مع صحاب ومجمعين في داك البرتوش ديال الويل بحال ديما. هو كاين شي عشاء؟ كاين، يلا هدرت كراطان في الفران. ايوا ما غتسنيش حتى يجي ولا كتاكلي بوحدك؟ نبقى نتسنى انا حتى الفجر وجوعي في كرشي، وانا ما عارفاش فوقاش غيدخل. يقدر ما يدخلش كاع. العجوزة دورت عينيها في الدار وقالت: راكي مهلية فراسك بعدا، هاد البيجامة عاد شريتيها؟ جبتها من مراكش. ومشيتي لمراكش؟ ايه، انا واسيا مرت صاحبه. وانتي اللي جات معاك؟ طالعه واكله نازله واكله. اش واكل الله يهديك؟ بيجامة ديال 80 درهم وشراوط سويقة عادية بحالي بحال كاع الناس، اش واكلة؟ شفتي عندي شي ذهب ولا شي طوموبيل ولا شي دار؟ والو، من غير الشراوط وجوج دريال في السيمانة ديال الحمام والصالون. اصلا الراجل ولا كيتشكى، مبقاش كاع كيطلقهم. قالك شي واحد كيتسالو ما كيتسالو، بيناتهم شي حساب. واش نقولك واحد الحاجة؟ راه بابا اللي كيصرف عليا، ودوك الحوايج من فلوس بابا، وهو اللي مسكين كل سيمانه فاش كنمشي كيدور معايا. اما الا بقيت معول على جواد ضربني الخلا. صونالي هاد التليفونيه كتهضر. جاوبات ياسين وهي كتدور في عينيها باش ما تعيقش. الو، المره اللي صيفطت ليك راه وصلت تما حدا الطاكسيات، سيري تعرضي ليها. واخا، باش غنعرفها؟ راه وريتها تصويرتك، هي غتجي عندك، غير سيري. هانية بعدا انتي؟ الحمد لله. حداك شي حد؟ عجوزتي اللي جات. يلا سيري، واي حاجه وقعت عيطي ليها. مو بالله بسلامه. قطعت وشافت عجوزتها كتسلم عليك اسيا. انا غنمشي غير لهنا دغيا ونجي. لبسات جلابتها وخرجت. مشات للطاكسيات كتقلب وكتدور. شويه شافت مرا كبيره غليظه شويه ولابسه جلابه وفولار وهزه صاك ديال الحوايج في يديها جايه جهتها. ابتسمت هيبة ومشات عندها سلمت عليها. كي دايره بنيتي؟ لاباس عليك؟ ماماك لاباس عليها؟ الحمد لله. وانتي؟ الحمد لله بنيتي، انا فتيحة، صيفطني ياسين قالها لك. قالها لي مرحبا بك. داتها الدار، دخلتها لقات العجوزة جالسة مترحى رجليها. دخلت المرا سلمت عليها وجلست. بقات العجوزة غير كتشوف. شوية ناضت تبعت هيبة للكوزينة وقفت عليها قالت: شكون هادي؟ خدامة جات تعاوني في الدار. دارت العجوزة يدها على جنبها وقالت: مالك موضبة؟ غتخلصيها انتي؟ بابا اللي غيخلصها، عييت ما بقيتش قادرة نهز ولدك بوحدي، وبابا اللي غيخلصها غير تهني. وباك هو اللي غيعمر الثلاجة؟ مشات هيبة نيشان حلات الثلاجة وقالت: ها باش عمرت الثلاجة صافي؟ الثلاجة فيها غير الشراب محطوط. شافتو العجوزة وسكتات، ولكن ما دازت عليها الراحة وبدات كتطور وتنقر وتحشي الهضرة ديك المرأة. لكن فتحة دارت راسها ما كتسمعش وغير كتضحك وساكتة. جات عندها هيبة، دخلتها لواحد البيت وقالت: حط حوايجك هنا وما تديش عليها. هكاك دايرة عجوزتك هادي؟ يلا وريني كيفاش نعاونك. صونا لها التليفون، قالت لها هيبة: ياسين هذا؟ قالت لها: فين كاين الطواليت؟ اجي نوريها لك. مشات وراتها الطواليت فين جات وخلاتها كتهضر تما. دخل جواد للدار، لقى فتيحة في الكوزينة، جاب دار المواعن كتغسلهم، شاف فيها خلاها.
خرج من الكوزينة ومشى لبيت النعاس. تبعته أمه كتجري، شافتها هبة تبعته وهي تمشي كتصنت. شكون ديك خدنا اللي في الكوزينة؟ قالت لي أمه، قالت لك الخدامة جابها لها باها. انت عندك هالدار بحال الكوري اللي جاي يدخل، علاش مالك ما قالش لك غتجيبها؟ كيفاش ودارك محلولة ومترعة ودايرة فيك ما بغات؟ مالك ماشي راجل تهضر؟ مالها فجاتها تجيب خدامة؟ خيخات هبة ومشات الكوزينة مع الدخلة سولتها فاتحة وقالت بشوية، هذا هو راجلك؟ ما راجليش وما محسوبش عليا. نادت في الطيابة حكيت ليها وسالتك، خرجت لابسة بالمهرج كيعيط بجد من الناس ومشات على راسها وجهها مخرجات رشات وجهها بالمواد ولهنات لحمها ولبسات شورت هذيك اللي جات سروال وتيشيرت وهو اللي غيخلصها غير بعد مشى بحال كل سنه غتمشي دابا فحالها من داري سمعتي وسيري خرجيها ولا نوري امك باك يخلصها. عيت انا عيت، اش فيها مالها الى عاوناتني وتمشي فحالها ما باغيش نشوف حتى واحد كيدور حدايا. يديها باك تعاون امك وسيري قبل ما نخسر امك ومرتك انت وياها. يلا تلاحي الى مشات غنمشي معاها، اصلا المراه كبيره بعقلها. قرب ليها وخلعها. شنو هو؟ عاودي شنو قلتي؟ خرج من البيت مشى عند فتيحة خلعها وخرج فيها عيني. شوف اختي، ما بغيناش اللي تغسل لينا، بغينا الدار ينوض فيها الدود. غجمعي حوايجك رجعي منين جيتي. دخلت عليه هبة كتجري وكتغوت. ها هو الصداع ناض وزاد الصعار فاش قالت ليه وبا غيخلصها، مش كيناش عليك وما غتمشيش. هز يدو عطاها الوجه تسال الدم من نيفة. ناضت العكوسة كتفك والمرأة بقات مخلوعة غير كتشوف. بقات هبة لاصقة حدا التلاجة شادة وجهها كتبكي وجرات أمه الباب دفكة الدفعة. صافي صافي سير خرج هني وأنا من الصداع. صافي سير. خرجت ورجعت عند هبة كتدي وتجيب فيها. حتى انتي ما كتسمعيش، جالسة تغوتي عليك قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. ويلا شدي. مشات خرجت وشداتها فتيحة جلساتها على الكرسي كتمسح عليها وجهها ودموعها. شفتي كلمة جوج كيعطيني الوجه. لا حول ولا قوة إلا بالله. شي نهار يقتلك هذا؟ أجدك بنيتي تزوجي النهار الأول. واش غتمشي؟ ما غنمشيش. أراه سمع ياسين كل شي. ضربت حناك أويلي، وعلاش خليتيه يسمع؟ غنديرو ليه المشاكل. هو اللي قال لي رانا تصدع صوني ليا وخليه دايس، وبغيتي تبقاي هكا حتى يخسر لك وجهك؟ بعد راجل الراجل خاصك تفكي منه. سكتي غتسمعك امه. يعطيها مصيبه وضربها هي وولدها. هضري معاه غير بلاتي هي احسن، وكذبي عليه من هنا ومن هنا بلا ما تحتاجي معاه بلا ما تجاحدي معاه. غير بالسياسه هادو كيبغيو السياسه وغادي يقول لك خليها تبقى. كان عيف وكان كره نضحك معاه. الا كانت حشك في الكلب قولي ليه سيدي، فاش يجي تعرضي ليه قبل ما امه غادي تشوفي. عم الصمت في الدار. العجوزة غادي جاية كتشوف هاد المرأة اللي واخا جرى عليها مول الدار باقا ما بغات تحشم، ومازالة في الكوزينة وكتطيب العشاء من الفوق وحدها هبة جالسة كتشوف غير بعينيها. باللي دخل جواد فيه ريحة الحشيش كتدوخ. مشات تعرضت ليه هبة هي الأولى، جراتو لبيت النعاس وجلسات حداه كتسيس معاه. حشومة عليك داكشي اللي درتي لينا الصباح. أنا جبت المرأة باش تعاوني في الدار، وأنا اللي قلت لبابا يجيبها وهو غيخلصها. كان قنات بوحدي وعيد غير حويجك قتلوني. خنزر فيها وما باغيش الزايد معانا بلا ما تفرعي لي راسي. مالها بعيدة عليك وانت ما كتجي حتى الليل؟ علاش امك كتجي تجلس عندنا شحال ما بغات؟ امي ماشي هي هاديك. ديك المرة مسكينة هجالة بقات فيا، قلت ندير فيها خير تنفعني ونفعها، شنو فيها من عيب؟ بقات عليه بالهضرة واخا ما بغاش في الاول، ولكن قنعاته في الاخر. ضحك بغا يبوسها يتبعد وجهها. قالت لي سير غسل غير فمك بعدا شو كيديري، على مالله شحال من وحده بستي. بلا ما نجبدو نهار سافرت ودخلت يوم للدار، هزو لي حوايجي من البيت ودارو فيا ما بغاو. شكون هاد بنت الحرام اللي هزات لك حوايجك؟ ما نعرف، انت اللي جبتيهم. وقالت عليا ما بغيت حتى واحد يدخل لداري وباص. نضيت قاعدي من حدايا قبل ما نغلط فيك، جيب لي علاش كان مقرض هادشي. وخرج برا وقرد. غتبقى لي الريحه هنايا عاطي فين غنعس انا؟ غنودي جيبي القراده. نهار طالع ليها الخيخ مشات جابت لي وخلاته في الكاز في الارض كيقرد ويغربل بوحدو، وريحه الحشيش كطعن. تسالها ناض الكوزينه سرحوا في واحد الطاوه حدا
الفتيحة ودارو يتحمر في الفران، وقال هيبة شوية طفي على الفران، أنا هابط لتحت ونجي، ما نطفي لي ما يطفي لي. هابط للحانوت ورجع لقى الحشيش تشوط وريحتو عطات، حل عليه لقى غير الغبار، شاعلة فيه العافية. زد حداك الباب الفران تتهرست لي دجاجة ومشى ساخن. ينعل توصل أمك، جرات أمو جرات فتيحة، سمعتو هيبة كيسب وهي تفكر الحشيش. نقزات للطواليت وصدات عليها قد راحت، ضرب باب الطواليت بالجهة تا كان غيهرسو. الليلة ننحر أمك، خرجي 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 ولا نفرقع لأمك وجهك. العجوزة أويلي أش كاين مالكم؟ هيبة كتغوت من داخل الطواليت وكتقول واش أنا قلتلك غنطفي عليه؟ انطفي عليه، خرجي خرجي، 2000 درهم كاملة تشوات، خرجي عندي خرجي. جلست هيبة في الطواليت ما بغاش تحل، خلاتو يغوت ويخسر في الهضرة. من الصمت لتحت قدامو شبع هوات وتفقس في الاخر، مشى هز اللاطا جمع داكشي في ميكا وخرج كيسب ويلعن، والعمارة كاملة كطل. مولفين بصداع وديما ما يقدر تا واحد يتشكى ولا يهضر، كل واحد خايف على راسو. خرجات مخلوعة كطل لهنا وهنا، بدات امو تهضر وتنقر ما بغاش تسكت. تحشى وسط الهضرة السامة ديال امو هي وفتيحة، حتى سالها ومشات لبيتها سدات عليها نعسات. في نصاصة الليل دخل سكران محيح، مشى ليها البيت النعاس، نيشان بغى يدخل قفزها من نعاسها، كيزدح في الباب ويفيق معاه حتى مو فاتحة نضو كيجريو. ناط صداع تاني في نصاصات الليل وطلقات عليهم العجوزة السما، مالها ما تحليك تدخل تنعس؟ شادة البيت بوحدها، مالو كاريه ليها؟ هو هالمسالة مزيان تبارك الله، هي تنعس في بيت النعاس وهو يبقى مرمي برا. حل الباب يدخل ينعس في بلاصتو. حلات هي بالباب، خرجت وقالت هانا دخل. دخل هو وخرجت هي، مشات للبيت حدا فاتحة فوق واحد الستاري ونعسات حداها. شوية هي توقف عليها العجوزة، واش ما غتمشيش تنعسي حدا راجلك؟ واش ما كتحشميش؟ ومالك ليش مزوجة؟ مالك ما تمشي تنعسي حداه؟ مالو ماشي راجل؟ سيري نعسي حداه انتي، داكشي شغلي انا وياه. اويلي، مشات العجوزة كتنقر، وزوينة هادي بالسيف ما يفسد عليها وسر هانيت. ناضت هي بس دات الباب وقالت شتي فين عايشة انا؟ شتي على تريكة؟ دابا ربي يفكك غير صبري. نعسات فوق السداري، يلا جيتي هالنعس مع تليفونها كيفيبري، شكون من غيره هو اللي كل دقيقة كاعين. فتحات الخط وجاوبت بصوت خافت، هالو نعستي؟ يلا كنت غنعس بوحدك؟ بوحدي حتى فتيحة. كتنعسي بوحدك ولا غير اليوم؟ بوحدي ديما، ما كيقربش ليك؟ الا ما كان بغيش غدا غنجي نشوفك، غتبقى غادي جاي كل نهار من سلا الكازا، دابا ما عندي حتى شغل من غيرك انتي. غدا الصباح غتمشي لاي كاتبة عامة وتكتبي طلب ديال الطلاق، غادي تعاودي فيها كاع داكشي اللي وقع ليك وهي غدا تصيفطو. ايه ما نقدرش، الا فاق الخبر غادي يذبحني. داكشي علاش قلت ليك غتمشي عند الكاتبة وترجعي بحالك للدار، انا شفت واحد المحامي هو غيتكلف حتى توصلوا استدعاء من المحكمة، وباللي رافع عليه دعوة ديال الطلاق. النهار غتمشي للاستدعاء غتخوي انت الدار وصلة كاملة غتخليه منه للمحامي، وفين غنمشي؟ ودارنا غتخرجي انت بعدا ونشوفوا داركم. مال هاد هراق الغاز كيخلع فيكم؟ ما كاين قانون ولا؟ ورا القانون ما عنده ما يدير ليا، راه مشيت ليه ما ادها فيا حتى واحد. راه بلا فلوس عمرك غديري شي حاجه، انا غنتكلف، انتي ديري اللي قلت لك. سيري عند الكاتبه تغرق ليه الدوسي مزيان وتصيفطو بلا صداع، انا هنا كنعرف الناس غيصبقوك انتي الاولى، ونهار تمشي ليه الورقه غادي تخرجي انتي. ناري ما نقدرش، كنخاف. ما كتثقيش فيا؟ اوف، وكنتيق فيك ولكن راه خايفه. وديري اللي قلت لك بعدا، ضربك؟ لا ما ضربنيش. علاش كتكذبي يا هيبة؟ عزيز عليك تاكل العصا؟ وضربني غير ضربة خفيفة وصافي. بلاتي على موها بلاتي، سيري تنعسي دابا حتى الصباح ونهضرو. صباح على خير، صباح على خير، وردي البال لراسك. نعسي حدا فتيحة. واخ، قطعات وطاحت نعسات. الصباح دارت لي قال ليها عليه، طبقات كل شي بالحرف ورجعت للدار مع 12. دخلت حيدة الشلاب وهي تلاقى مع العجوزة كتنكر، هادشي علاش جبتي الخدامة؟ باش تبقاي دالعة في الزناقي فوق ما قالها لك راسك؟
مشيت عند ماما واش غتبقاي حاطه عليا. دخلت البيت علقات جلابه، واحد شويه سمعت العجوزه كتغوت وصوت الدراري في قلب الدار. خرجت كتجري لقات ثلاثه ديال الدراري مدخلين جواد هزينو، ما قادرش يوقف وجههم، مبقاش كيبان بالدمايات وكامل مدكدك، ما قادرش يوقف على رجلي شبعان وغبره كتطلع النفس عبزز. خرجوا عينيها ووقفات مع الحيط دايره يدها على فمها، والعجوزه كترف خاطر. واه يا ناري، واه يا العالي، اش وقع عليه؟ واه يا ربي، واش رموك داز فيه ترزيت في ولدي؟ هضر واحد من دوك الشماكري وقال تعرضوا ليه اربعه ضربوه ما داز فيه حتى واحد. واه يا ربي، اش بغاو عنده؟ شكون هادو؟ شكون؟ هضر واحد اخر وقال كنت جالس مع الدراري في راس الدرب، تجا واحد جوج ما عرفت منين جايين كيسولوا عليه، ما عرفناهم بوليس ولا شكون، قال تبعناهم كاملين انا والدراري. مشاو كيسولوا لقاوه مجمع في داك القنت حدا الديبو ديال الياجور، شويه وقفت واحد الطوموبيل كحله، نزلوا منها جوج اخرين بالسواطر سيوف شدوه عطاو قتله. طاحت لاكوزا في الارض وقالت وخليتوه هي كل عصا؟ ها خليتوه؟ هضر واحد اخر وقال وكون شفتيهم اسكت ليك القلب، جايين من كازا ولا ما عرفت منين. قال لي واحد بغيتي تعرف شكون حنا طلع لكازا، ترى كازا هادي كان ميمة ولاد الزيروكات والحي محمد يا برنوسي ومولاي رشيد، ما كاين غير القتيله. تبعناه بالجناوه، خرجوا لينا دوك الربعه بالسواطر كلشي في قد ما ضربتي في الدنيا. شوف اش من حساب عنده معاهم، وراني فوت هرس خاصو يمشي للسبيطار، راه خاصنا فاش نديوه، ما عرفنا داك السخط منين جاي. جبت جواد 10 ايام في الدار مريض ما كاينوش، وصحابو كل شويه يدخل عنده واحد نيفو مهرس ودير ليه فاصمة، هي كدوز من حدا حانيه الراس وتمشي حانيه الراس، ما كدورش بساعته. بعدات الكوزينه وجلسات كتسمع فيه كيهضر مع صحابو كيقول ما عندي التحساب مع شي واحد ولد كازا بلا ما تدوخوني. وعلاش قال لك سول عليه في كازا؟ جداك انت الكازا صاحبي، واش شي وحده جلستيها؟ وما نعرف داك مونتي شورت كحله هو اللي جابهم باينه، وداك مونتي شورت عمرني شفته. ديكلاري يا صاحبي، دابا يتعرضوا ليك عاوتاني، اش غنديكلاري؟ هو راه شارجي، نمشي عندهم برجلي نقول لهم شدوني؟ سكت ولا خرج عطيني ابتساع، انت اللي وريتيهم فين انا؟ وانا هاري، انا جيت لقيت المطايفه مشيت جمعت الدراري، دراري دراري يا ولاد الحرام، صدقتوا رعاوي واخا على الحمار تاعكم واحد واحد، نعرف غير شكون هذا وفين كيعرفني، نطلع الموت الكازا. سكت يا صاحبي سكت، اش غطلع؟ طلع باش يصيفطوك في ميكا، امريض انت؟ واش بنادم نازل بالسيوفه اللي قرب كيشيروا عليه؟ داك مول الكحل اللي ضربك، الاخرين كانوا غير كيهيبوا بالسيوفه على بنادم، شوف اش من حساب عندك معاه. ما هضرت انا هضره، نعرفوا علاش نزل عليك بالكلاشات. شفت داك الراس دخل في نيفك يا صاحبي، ادخلت في بلاصتك، نوض نوض نوض، سير عطيني ابتساع ولا نطفي لموك الجوال في عينك. بلاتي بلاتي نجيبو غنجيبو غنجيبو، الا ما ندخل على مو الحبس راني ولد الحرام. دخل عاتيبه وتزاد معاها الزيت، سكتات وصفار وجهها، رجعت كتفادى الطلاق بياسين في مره، في ما يبغي شي ما كتبغيش تخرج عنده. دازت 20 يوم ورجعت المياه المجاريه، خرج جواد دار خبله في ولد حومته، والفاطمه مازاله في ايفو حيح بواحد الجنويه، ما قدر حتى واحد يقرب ليه. خبار هبه كتوصل كامله لياسين، وفاتحه ما كتسكل حتى حاجه، واخا كتعيا فيها هبه باش ما توصل ليه والو، ولكن كدير ليها الخاطر في الاخر، كتلقى الخبر عنده. وصلت السيدة وعيط ياسين لهبه علمها، خرجت في البلاصه من الدار هز صاك ديال الحوايج مرعوده، ونزلت كتسلات وقفقه فشده، لقات وحده الطوطال كيتسنى، ركبته هو يديماري بها نيشان الكازا. في الطريق سولات وخايفة قالت فين غنمشي دابا؟ ناري إلا لقاني غيقتلني، أنا اللي غنقتل أصل مو إلا مشى حتى فهاد السلا. وفين غنمشي دابا؟ غتمشي معايا للدار؟ ضربت هناك وقالت أويلي وفيها الحبس؟ انتي رافعة دعوة ديال الطلاق، يعني هربي فين ما بغيتي، وهو أصلا كيتسالو بواحد الشهرين في الحبس، خاصو يخلصها إلا مشى حتى وصل عند البوليس. وباش عرفتيها؟ مشيت درت بيه ديكلاراسيون تما عند البوليس، تما فسله قلت ليهم وقف طير ليا تليفون وانا واقف ستوب. قال لي واحد راه جمعوا ليه وكيقلبوا عليه يبان ليهم وجمعوه، ودابا غنمشي معاك وشنو غنقول لدارنا؟ غيسخطوا عليا،
عيطي لماما كدابة وقولي لها هز عليك جنوية وهربتي عند شي صاحبتك خفتي منه. وفاتحة ما تبقى تم خليها باش نعرف اش كدير. وصلوا لكازا بالضبط في أنفا. وقف الطوموبيل حدا عمارة مقابلة مع السكة ديال الترام وقهوة كبيرة بالشرطة. نزلت كتدور عينيها وكتشوف الجو والشارع نقي والناس نقيين. شحال ما خرجت من الحبس، الحبس اللي دار ليها في الدار وخلاها كتدور في شارع واحد من عند امها الصالون الحمام. حسات هيبة بالحرية للحظة، نسات الهم وتهديد جواد من اللي بعدت عليه. حلقة اليوم كتنتهي هنا. كنتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم. في نظركم هيبة واش قدرت تخلص من المعاناة ديالها؟ واش ياسين فعلا غادي يقدر يهنيها من جواد؟ بزاف ديال الأسئلة الأجوبة ديالهم غلقوهم غدا في الحلقة الجاية على نفس القناة وفي نفس الموعد. ما تنسوش ديروا جيم الفيديو وبارتاج وديروا اشتراك للقناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.